مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، في الحلقة ديال اليوم خاصة بالأصناف ديال زراعة البطاطا. فالإنتاج ديال البطاطا في المغرب كيجينا بشكل رئيسي من الأصناف من فئة أليف أو باء، وكيستورد المغرب ما متوسطه 75 ألف طن في السنة من البذور المعتمدة لفئة أليف أو باء، وكمية صغيرة كتبلغ حوالي 1000 طن من فئة أو، واللي هي مخصصة أساسا لإنتاج بذور معتمدة وطنيا. فعلى الصعيد الوطني كيمارسوا الفلاحة على طول السنة عدة أنواع من زراعة البطاطا، فمنها البواكير الموسمية وزراعة نصف وآخر الموسم. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، يمكن تصنفوا الاختيار ديال الأصناف على حساب نوع الزراعة المتداولة في بلادنا. بالنسبة للزراعة البكرية، فمن بين الأصناف الأساسية اللي كتستعمل هي نيكولا وشارلوت، ومعدل المدة اللي كتدوز في الأرض من الغرس حتى الجني هو 90 يوم. أما بالنسبة للزراعة النصف البكرية، فالمدة بين الغرس والجني بين 100 إلى 115 يوم، ومن بين الأصناف المهمة والمستعملة كالقاو، سبونتا، وكوندور، وتيمات. وفي الزراعة النصف متأخرة، فالمدة بين الغرس والجني هي 115 إلى 120 يوم، ومن بين الأصناف المهمة والمستعملة كالقاو، ديزري، وياسمينة، وديامون. وفي الزراعة المتأخرة، فمعدل المدة بين الغرس والجني هو 120 يوم، ومن بين الأصناف المهمة والمستعملة كالقاو، كاميل، وكورودا، وليزيتا. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، ويمكن كذلك نصنف اختيار الأصناف على حساب الحالة ديال الكركوب. الأصناف اللي الكركوب ديالها هشيش أو رطب، واللي كتستعمل في القلي والرقائق والعجائن إلى آخره، والأصناف اللي الكركوب ديالها قاصح، واللي كتخصص في استعمالات أخرى في المطبخ بحال الطاجين. وفي الأخير، أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فلازم ترد البال مع الصحة والسلامة ديال الزريعة اللي كتستعمل، تكون في حالة إنبات جيد وخالية من الحشرات والأمراض. فإلا خدمتي الأرض مزيان واحترمتي وقت الغرس الملائم والمدة بين الغرس والجني، غادي تساهم في تحسين إنتاجية والجودة وظروف تخزين ديال المحصول، وبهذا يمكن لك تزيد في القيمة المضافة ديال منتوجك وقت البيع. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.